مصطفى برحب بيك كابتن فتحي. لا لا يا دينا ده كتير قوي. انا بحميك على فكره. كله عايز يمد ايده عليك. انا يعني انت هنا في حمايتي. لا 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 عادي. النهارده اخبارك ايه؟ والف الف مبروك. الله يبارك فيك يا رب. انا فوجئت. الله الراجل ده طلع في حاجات كتير اقول لكم منهم مثلا بركه، قوت القلوب، ابو عمر المصري، ضد مجهول، ابو جبل، وضع امني، ارض جو. ايه المسلسلات دي؟ وارجع اقول ايوه ده كان بيعمل دور كذا. بس انت ليك طعم مختلف وليك عندك شيزوفرينيا اولا، يعني اسمح لي اعترف. وكل دور بتعمله لا يمكن اقول ان هو ده هو ده. ايه ليه ازاي عملت كده؟ انا ببقى قاصد ده، يعني ببقى قاصد ان انا اركز في كل دور بعمله. انا بقى لي 10 سنين بمثل، عملت حوالي 30 عمل، 31 عمل ما شاء الله. كل حاجه بعملها بتبقى مختلفه عن التاني خالص. ما ينفعش حتى لو عملت اتنين محامي ما المحامي ده يبقى زي ده خالص. ده حاجه وده حاجه، ده كاركتر وده كاركتر. حتى مع نيلي كريم انت كنت عامل دور المحامي اللي هو كان ضدها، بكر الاعلى سعره. بكر والله ما ربطت خالص. دي انا بحب العب عليها جدا، يعني ان انا في التلفزيون غير في الحقيقه كمان خالص. انا واحد تاني خالص، واحد تالت جدا. ليه بقى؟ يعني هل انت قصدت وليه اشمعنى؟ يعني اسمح لي اسالك برضو، يعني اشمعنى السنه دي؟ يعني السنه دي يعني في بريق، في نجوميه. بصي هو كان توفيق من عند ربنا، ومعانا واحده اسمها كامله، الكامله ابو ذكري. كامله ابو ذكري بس سوبر ستار رمضان يعني. لا هي طول عمرها، يعني مش اول مره، يعني في سيد الناس انا كان نفسي اعمل معاها مشهد وما عرفتش. فلما يعني بقيت في كابتن فتحي معاكي حد حطك على التراك ومخلي باله منك لحد ال 30 انت زي ما انت، يعني هو معاك بابتسامه، بالراحه، بفهم، بتلقائيه كده، بتخليكي تعملي اللي انت اللي هي عايزاه كله وانت راضي جدا. فهي بترجع للمخرج طبعا. يعني مصطفى انت اللي بتعمل الاطار بتاع الشخصيه بتاعتك، يعني بيبقى في لازم مصطفى بتاع سوري على مصطفى بتاع زمان فتحي بتاع زمان، وفي شويه لزمات كده بنلاقيها في بعض الاعمال وفي كابتن فتحي بالتحديد. انت اللي بتختار اللزمات دي وبتعمل لها الفريم ده؟ انا اللي بختارها يعني. والشكل والشعر على جنبه ولا اللي ورا والكابات والصياعه اللي حصلت. يعني انت اللي بتعمل الكاركتر كله؟ انا اللي ببقى عامله، يعني انا ببقى قاعد مع الستايلست استاذ ايناس شاهين والكاتب احمد وائل وعمر الدالي، ده اتنين عسل وشباب كده وجمال جدا. جدا جدا فجدا. فبيقول لك الكفر بتاع الشخصيه وانا بقى بعيش، يعني انا اللي انزل اجيب اللبس بتاعه، انا اللي عامل اللبس بتاعه كله من المرحله بتاعت بولاق لحد ما سافر الطياره. ده انا كله اختياري، كله اختياري، كله. والسلسله بتاعت شبح العالم والكاب بتاع شبح العالم انا اللي عاملهم، يعني انا اللي حطيتهم للشخصيه. يعني دي اضافات بتخلي الواحد يعرف قد ايه الشخصيه دي ليها عمق وانها موجوده في المجتمع. لا وشفت زيك حاجات في الشارع وحاجات زي كده. هو فتحي ده موجود في كل مكان، يعني فتحي يعني مش لازم يكون صاحب جيم، هو ممكن يكون عنده محل موبايلات في حاره شعبيه وبيقسط للناس الموبايلات، بيقسط لهم الثلاجات لما يجوا يتجوزوا وياخد منهم الطاقه 10. يعني ده موجود في حياتنا وموجود في المكان الشعبيه كتير، يعني